قبل مني كان الرأس هز بطن وصدر وحاجات تانية. أنا اللي خليته فن. اتعلمت الحاجات دي من الحفلات اللي شفتها في الأوبرا والبرجولة والأوبرش. تعرف يا حلمي انا نفسي في ايه؟ نفسي اتفسح معاك، نفسي نتمشى مع بعض في الشارع، نتفرج على الفيترينات، نخش السينما، ولا اقول لك نروح المسرح، ولا تتكسف مني؟ قرنفله ما تبوخيش. خلاص يا ستي انا عازمك بكره على المسرح، بس على شرط. أأمر. نرجع نكمل مذكرات. أنت أنت ها؟ مين أنت؟ إسماعيل الشيخ؟ أيوة. في حاجة؟ قوم عنا. انتوا مين؟ ما تخافش، احنا الامن. ايه في ايه؟ عاوزين الانسه زينب دياب. زينب؟ ليه؟ في حاجه؟ هتجاوب على كام سؤال وترجع على طول. يا فندم. ايه يا اسماعيل؟ مش عارف. ايه الحكايه دي؟ في ايه يا منى؟ يا ابني احنا بقينا وش الفجر والنار ليه عينين؟ انزل معاهم يا بابا نشوف في ايه. طب خش غير هدومك. هاتي البلطة مزينة. خليك انت مستريح، انا جاي معاكم. مفيش اوامر بكده. ما هي البت كمان ما تنزلش معاكم في حصة زي دي. ما تخافوش، نص ساعة بالكتير وهترجع لكم. وانا ايش ضمني؟ خلاص يا بابا عشان خاطري. ولا دخلوا هنا خالص، قلت لك مش عندنا. مش عندكم ازاي؟ طب مش جايز رحلتهم حته ثانيه؟ دفتر الاحوال اهو ودفتر السجن اهو، ما فهمش الاسماء دي خالص. اعمل معروف يا ابني ربنا يخليك. اعمل معروف ساعتها، ربنا ما يرميك في دقيقه. طب مش تفهموني، تهمتهم ايه؟ هم عملوا ايه بالظبط؟ هيعملوا ايه؟ دول تلامذه تلامذه. ما احنا لو عارفين هم فين ما كنا استقلنا. انا بنتي ما عملتش حاجه، انتوا اللي جيتوا خدتوها سكتي. يا ست احنا ما قبضناش عليهم خالص. امال مين بس؟ انا مش عارف. امال مين اللي يعرف؟ يعني الارض اتشقت وبلعتهم؟ مديريه الامن ما عندهاش اي خبر عن الموضوع ده. امال نسال فين؟ في مديريه التحرير ولا استعلامات السكه الحديد؟ روحوا اسالوا في المباحث العامه. هو البي رئيس المباحث فين؟ تاني اوضه من ورا. فيك مش عندنا. يا زبدي كفايه بقى يا ابو اسماعيل. سالنا في الاسم، قال لنا واحد ضابط بالدبورتين على كتفه اساله في مديريه الامن. سالنا واحده فند زي حضرتك قال اساله في المباحث العامه. خدنا تاكسي وجينا هنا على طول، وانا بقى مش منقوم من هنا لو معايا بنتي. يا ثلاث سنين يا بنتي. شوف كويس صحه والدك يا سعاده البيت. ده المفروض يسافر السد العالي ومعطب نفسه. بقول لك مش عندنا. بقول لك خدوه في عربيات حكومه. انت متاكد انها عربيات حكومه؟ امال عربيه رش.
الو مين؟ الاستاذ زين العابدين تليفون. ايوه جاي حالا. ده لازم تلاقيه وكيل الوزاره يمكن او رئيس الوزاره. الو لسه ما عرفتش احنا مرميين الرميه دي ليه؟ طب امتى هيحققوا معانا؟ مين بيخبر؟ انا. انت مين؟ 17. عايز ايه 17؟ انا هستنى هنا كتير. بطل غلبة يا 17. ممكن اروح دورة المية؟ في حد في الدورة؟ لا. شايل يا ابن الكلب، هتقعد طول النهار جوه؟ عاوز التعيين ولا نشيله؟ عايز اعرف الاول انا فين؟ انتوا جايبيني هنا ليه؟ عايز الاكل؟ اهلا مدموزيل عايده. امام فين محسن؟ ما جاش النهارده، هو كان هنا امبارح. اتفضلي اتفضلي. تعالى هنا خد تعالى. نعم نعم نعم. انا مش سالك، قلت لي مفيش حد منهم جه. ما انا ما كنتش فاكر انك تقصدي محسن. ما قالكش حاجه؟ هو مين؟ محسن. لا ما ده شرب قهوه مش على طول. طب غور من وشي. غور من وشي. ايه ايه يا ست قرنفل؟ قلبي مقبوط، حاسه كده ان في حاجه حصلت للولاد. يا شيخ يا بعد الشر. اصل بقى اللي زي دول شبان وما يرسوش على حد وعلى مكان واحد. تلاقيهم شافوا لهم مكان تاني يكون يناسبهم. المفروض انك انت اللي تدور على مكان يناسبك. انا هنا بقى زي ما بيقولوا الراجل المناسب في الدكان المناسب. يا اخي انت ايه ما بتكلش يا ستي؟ منين ما تشوفني؟ هات هات هات. انت ايه؟ ايه يا ناس؟ ايوه جاي. ايوه جاي يا حاج. مزمزيل عايده، هو محسن في مدرسه ايه؟ Faculty of Applied Arts. نعم يا اخي. يعني كليه الفنون التطبيقيه. شكلها محسن. يا محسن تعال. اهلا ست قرنفل، ايه المفاجأة دي؟ فين حلمي يا محسن؟ سمعت انهم اعتقلوا الشلة كلها. اعتقلوهم؟ قبضوا عليهم. قبضوا عليهم؟ ليه؟ عملوا ايه؟ ما حدش يعرف، وإذا بلغني حاجة هبقى طمنها. شكرا. يا ولاد شوفوا قطاره، نروح للحاجة مرافق اللي سوق السلاح. عليكي نور. عين العقل. عين الجهل. لا مؤاخذة يا أم إسماعيل، ما تعالوا يا جماعة. يا رب يا رب. الحمد لله، أخيرا لقيت حد مسؤول زي حضرتك، أعرف أتكلم معاه. ما تتكلمش لما خالد بيسألك، ما تتلفتش. خلاص يا عادل. اتفضل يا عادل. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. اسمك وسنك بالكامل. إسماعيل محمود الشيخ. 25 سنة. مهنتك وعنوانك؟ طالب بنهائي طب القاهرة.
11 حارة دعبس بالحسنين. انضميت للإخوان المسلمين إمتى؟ إخوان؟ أنا عمري ما كنت من الإخوان. أمال مربي دهنك ليه؟ دي طولة ولا مؤاخذة هنا؟ على العموم ارتحت من حلقتها. صار بقالي 20 سنة من أول خدمتي يومات يقوم النجم أحلاها لما هلكت. كمل يا عادل. إسماعيل، أنت يوم الخميس اللي فات كنت واقف مع اتنين من اللي بيجمعوا تبرعات لأسر المسجونين من الإخوان. ليه؟ لا، ده كان واحد زميلي وكان بيجمع تبرعات لبناء جامع. ما دام واحد منهم صاحبك يبقى هو اللي أقنعك للانضمام ليهم. يا فندم أنا ما انضميتش ليهم أبدا، وده مش صاحبي، ده يعني مجرد زميل عادي. يعني تعرفه ولا لا؟ أيوه أعرفه، بس بس إيه؟ أنا قول يا إسماعيل، إحنا إخوات. خلاص خلاص كمل يا عادل. تعرف إيه عن التنظيم؟ تنظيم؟ أنا ما أعرفش أي حاجة عن التنظيم ده. بطل لف ودوران وكلم عدل. ما تخلينيش أزعل منك. يا فندم أنا مش خد سيجارة وروق. إحنا بندردش مع بعض وكله تسديد خانات. شكرا. لكن أنا واثق إنك بريء. يا أرجوك قولي، أنا مش لاقي حد أكلمه، أنا بقالي هنا، أنا حتى مش عارفة بقالي هنا قد إيه. اتفضلي سلام، اتفضلي. تعرفي ان انا بحسد الجيل بتاعكم؟ احنا على ايامنا ما كانش في حاجه اسمها حب. انا مثلا اتجوزت وبعدين حبيت مراتي. اجمل حاجه في الدنيا هو الحب، مش كده؟ وصار نضيع كلام فاضي. انت لو بتحب اسماعيل واجب عليك تنصحيه يبتعد عن السياسة. هو انضم لإخواني امتى؟ إسماعيل؟ التقرير بتقول إنه إخوانجي، وأنت كمان لك علاقة بالموضوع. ده مش صحيح. أمال إيه اللي صح؟ إحنا لا إخوان ولا غيره. أمال أنتوا إيه؟ إحنا طلبة في نهائي طب، وعندنا امتحانات. أنا عايز أعرف أنا هنا ليه؟